تنشط الحركة ليلا على السطح الأمامي لكاسحة الجليد هذه، وقد وضع العلماء في المياه بمساعدة خفر السواحل جهازا متطورا يأخذ عينات من أعماق مختلفة لمياه المحيط المتجمد الشمالي. ومن خلف أجهزة الكمبيوتر يتحكم باحثون كنديون بهذه الآلة التي تبلغ قيمتها 200,000 دولار. نأخذ عينات من المياه ونقوم بتحليلها لرصد أي أثر للمعادن كالحديد والمنغنيز والألمنيوم والنظائر، ويتم بعد ذلك تحليل المياه في المختبر. فدراسة تركيبة المحيط المتجمد الشمالي تتيح للباحثين فهما أفضل لتطور حركة التيارات المائية بفعل الاحترار الحراري. التحول الذي يشهده القطب الشمالي تتخطى تأثيراته النطاق الجغرافي للقطب، لتطال خصوصا شمال المحيط الأطلسي وربما المحيط بكامله، ويرفع ذوبان الجليد الساحلي والأنهر الجليدية في القطب الشمالي منسوب المياه العذبة في البحار، ما يثير مخاوف لدى العلماء من أن يؤدي ذلك إلى تعديل في حركة التيارات المائية يحول دون نقل الحرارة بين خط الاستواء والقطبين، وهذا ما سيجعل الحياة غير ممكنة على كوكب الأرض في تكرار لسيناريو حدث قبل مليار السنة. وتقيس ناتالي على الجليد الساحلي حجم هذه التحولات. ندرس تطور طبقات الجليد المختلفة من خلال معاينة كثافتها، وهي تعمل على أخذ عينات من الساحل الجليدي لقياس ملوحتها. ويجزم متخصصو القطب الشمالي هؤلاء بنتيجة الأبحاث التي أجروها على متن كاسحة الجليد أمونديسون أن وتيرة الاحترار المناخي بدأت تتسارع.